بقولك ايه؟ الاخ اللي بره ده هيفضل مشرف عندنا هنا كتير ولا ايه؟ وانت مالك اصلا بالاخ اللي بره؟ يعني ايه انا مالي؟ حاساه لازقه كده. وبعدين يعني يعملي فيها المنقذ. هو على فكره ما عملش حاجه اكتر من اللي احنا كنا هنعملها. انت متضايقه منه كده ليه؟ نعم؟ وانا هتضايق منه ليه ان شاء الله؟ هو بس كده يعني انتهزها فرصه وعمال يدخل لامك ويتنحلح لها. الحاجات دي انا عارفاها كويس قوي. ما تحطهاش في دماغك. احط مين في دماغي يا زينب؟ هو انت بيخش عليك الحركات دي؟ عامل لي فيها المنقذ والحاجات دي؟ الحاجات دي كلها مفقوسه على فكره. ايه بقى؟ طمعان فينا مش كده؟ ريحي نفسك. اختك قالت له الحمد لله ان احنا فلسنا وبقينا على الحديده. يعني بقى لو كان عايز يخلع كان قفل تليفونه وخلع زي ناس تانية. ولا ايه يا ريتال؟ حبيبتي علشان خاطري بلاش الحركات دي، مش وقتها خالص. الراجل كتر الف خيره وقف جنبنا في وقت ما احنا. وانا والله مش قصدي حاجه، انا بس يعني خايفه يكون بيعمل اي حاجه كده ولا كده، احنا مش فاهمين. لا ولا كده ولا كده، ريحي نفسك انتي بس. الراجل بيبان بالموقف وهو واقف جنبنا، يبقى ايه نحترمه على الاقل. ماشي لما نشوف.